اش كتعني انني امتلك سياره فخمه من نوع اخر اصدار او امتلك دراجه ناريه من نوع اخر اصدار واخا تكون 17 مليون ولا 20 مليون او 30 مليون؟ شنو كتبقى؟ كتبقى وسيله نقل فقط. كتبقى وسيله نقل، فهمتي؟ يعني بالنسبه دراجه ناريه او لا سياره فخمه ما نديرش باش تبان بها على عباد الله ولا تبان على عائلتك ولا هذا. دابا انا حاليا كندوي معكم انا على دراجه هوائيه، انا كنديرها باش نبقى نتسخر بيها اولا، كنت نمشي شي بلاصه بعيده وصافي، هذا الشيء اللي كاين. كتبقى وسيله نقل، واش فهمتي؟ دونك انا ملي غادي نشري او لا ملي غادي تكون عندي بعدا بين قوسين سياره او لا دراجه ناريه، مسكون عندك راه ماشي حلم. بزاف الناس كيتحملوا بان امتلاك سياره فخمه كتعني انني صافي وصلت الخدمه ديالي او المستقبل ديالي او الهدف ديالي، او حتى كتعني في الدار حتى هي راه ماشي من الاحلام. هذا غير احلام خاويه، اصل الاحلام كتسالاش. هذاك اللي كيشري دار كيتمحل وكيشري دار 20 مليون 30 مليون 40 مليون اما كيتسماش حلم، كتسمى هذيك اي وحده من داك الشيء اللي كنتوهموا به حكايه مغاربه. سميتو اوروبيين، اوروبيين عندو كتبقى عندو مشروع قدو قداش، دار قداش، فيلا طوبي قداش، بالنسبة لك شي عادي، مازال كاين طموح يدير حاجة أخرى، فهمتي؟ يعني الأحلام مكتساش، الأهداف مكتساش، المستقبل مكيتسالش. شحال قلت لك المستقبل ديال 2014 هو 2014، ما تبدل والو، الأرقام كتبدل. باش الناس اللي تيتحملهم أن المستقبل ولا الهدف ولا الحلم، هذه كتسموها الإرادة. الإرادة بغيت تبلك واحد الحاجة وكدير هادشي اللي كاين. هذا باش واحد تقولك أنا بغيت تشري طوموبيل، شي طوموبيل صافي كتبرع بها واحد 5 سنين تعاودي بها شي فيها ولا شي موطور بحال هكداك. أنا بغيت شحال الموطور كان عندي في تليباتو، لأنك تسمى غير وسيلة نقل، ماشي شي حاجة اللي هي نقولو شي حاجة جديدة على المستقبل، شي حاجة جديدة في الحياة ديالنا ولا شي حاجة. صالح ديال الخير.